مرحبا برج الجوزاء، أهلا بكم. بشكل عام برج الجوزاء قادم في حياتكم شخص لديه الكثير من الخبرة في الحياة، شخص نوعا ما عصامي، شخص يحب الاعتماد على النفس، لا يحب أن يطلب من الآخرين أي شيء. أوكي، الحمد لله الآن وصل إلى مكان جيد ومستوى جيد في حياته، صارت عنده طاقة العريس الجاهز، ولكن مو بعد سنين كثيرة من التعب. في هاي السنين الكثيرة من التعب انت ما كنت موجود فيها، هو كان موجود فيها الوحدة. اوكي، خلينا نشوف الحين اغلب الاحتمالات لشنو راح يكون برجه. طاقته جدا نارية، كرت برج الحمل موجود في اكثر من طاقة، احتمال كبير انه يكون من برج الحمل او برج القوس او برج الميزان، مع أن موجودة الطاقة الترابية، ولكن ما أحس أن برجه الأساسي بيكون ترابي. ممكن يكون شيء مثل الطالع أو القمر عنده، يعني في الأبراج الترابية. اسمه عنده في اسمه حرف الحاء، ممكن الجيم، الميم، الياء. زين، حروف اسمه على الأغلب 4 حروف. خلنا ندخل في أول نقطة، وقت اللقاء. عندنا رقم 6، وقت اللقاء أشوفكم تلتقون ببعض في أجواء ليست صيف وليست شتاء، الجو فيها يكون معتدل أو ما بين تتحولون من مثلا شتاء إلى بعدين خريف أو ربيع إلى صيف. عرفتوا؟ لأن في وقت الالتقاء بيكون شلون أقول لكم، الجو هنا قاعد يجذبني، طاقة الجو هي ان مثلا اطيح مطر او يسقط ثلج وبعدها 5 دقائق نشوف الشمس، ورد يصير مثلا نوع من الجو الضبابي، ورد يصير، فالجو بيكون اصلا ما بين فصلين او في مرحلة انتقال خارج من شتاء وداخل في فصل اخر. اوكي، على الاغلب بيكون ما قبل شهر 6، شهر 1 2 3 4 5 6، مو شرط في شهر 6 نفسه، ولكن أحس الطاقة هني تقول لكم ما قبل شهر 6، في النصف الأول من السنة. أوكي، الجو راح يكون شوي متقلب ما بين شتاء، ما بين صيف، ما بين مطر، ما بين شمس أو ثلج في بعض البلدان. خلنا نشوف الحين مكان اللقاء. مكان اللقاء هو مكان الروحة عشان نتفسح. احتمال كبير انت برج الجوزاء راح تكون انت اللي ذاهب الى هذاك المكان، ممكن يكون مع الاهل او مع الاصدقاء او حتى في رحلة، زين، في استراحة عمل، استراحة من الجامعة. ان هاي المكان كأنه ما عنده طاقة الكورنيش، عنده طاقة الحديقة العامة اللي نروح نتمشى فيها، وهذا المكان يجتمع فيه المنظر، الترفيه، ما بين طبيعة والتمشاية ان احنا نتمشى فيه، وايضا في اكل. احتمال كبير راح تلتقون فيه، هو راح يكون قاعد يدير مطعم، مسؤول عن مطعم، مالك مطعم، مالك احد المحلات الموجودة في هذا المكان اللي انتوا ذاهبين فيه من اجل، مو عشان في سبب خلاني ما اقول لكم ان هذا سوق، لان هذا ايضا مكان فيه مناظر، فيه طبيعة. اوكي، السوق تكون دائما فقط اغلبها محلات تجارية، هذا المكان فيه طبيعة وايضا فيه محلات. اوكي، ممكن يكون اعلى تلة او مطل على حديقة، مطل على بحر، مطل على شيء من الطبيعة. زين، في وقت انت يا برج الجوزاء ما راح يكون على بالك او يخطر على بالك ان اليوم راح يصير شيء. أشوفك وقتها قاعد تستمتع بوقتك ومشغول، قاعد تشرب شيء أو تاكل شيء. اللي بعده خلنا نشوف مواصفات شكله. هذا الشخص يجمع ستايلين مع بعض، ستايل البدلة وستايل الجينز. زين، شلون يعني؟ شفتوا الأشخاص اللي يلبسون بدلة رسمية، على الأغلب تكون البدلة عبارة عن جاكيت وبنطلون. هذا الشخص ياخذ من البدلة الرسمية فقط الجاكيت،
والبنطلون يلبس جينز، تعرفون هذا الستايل اللي يكون سمارت كاجوال يسمونه ساعات، هذا هو ستايله. احتمال كبير لما تلتقون فيه راح تلاحظون ان عنده شعر بارز، اما في اصابع يده هني اوكي، او شعر صدره. راح تلاحظ هذا الشيء اذا انت شديد الملاحظة. زين، انيق ستايلش، سنه بيكون في نهاية العشرينات بداية الثلاثينات. في خاتم بيده، خاتم او ساعة، في شيء في يده لابسنا، يعتبر ليس اساسي من الاكسسوارات. زين، عنده شيء من المعدن في يده، من الفضة. اذا ما كان خاتم بيكون ساعة. انفه طويل، وجهه يميل انه يكون مدور، بشرته قمحية او حنطية، انفه طويل او احنا نقول فيه زاوية انفه، ولكن عنده كسر في انفه. كسر في انفه او شيء هني علامة تحت انفه عند الشفايف بسبب حادث رياضي، حادث ركوب حصان، حادث ركوب دراجة رياضية اللي هي الدراجة النارية، اوكي، حادث قديم بسبب صار عنده لحد الان علامة انكسار واضح اما في الانف او ما تحته. خلنا نشوف بعد. هذا شخص جدا مدمن على اما الشاي اما القهوة، مو مدمن، يحب الشاي او يحب القهوة، وتكون سادق، يكون عنده حب لنوع من انواع المشروبات الساخنة الكلاسيك. كلاسيك يعني القديم اللي مو مضاف اليه اشياء جديدة، يعني ما راح يكون لاتيه، ما راح يكون كابتشينو، راح يكون شيء قديم. راح يكون شخص يحب مثلا التركيش كوفي او يحب الاسبريسو، يحب الشاي البلدي، هذا ميله. انزين، وايضا من هواياته انه هو يجمع اشياء قديمة، فينتج، سيارات قديمة، دراجات نارية قديمة، أشياء. قاعد أحس دائما أحب أشياء فيها معدن وقديمة جدا. تعرف ملامح اللي أبي أوصل لبرج الجوزاء، ملامح هذا الشخص ملامح جدا ذكورية مسيطرة، ليست ملامح هادئة أو ناعمة، أو حتى شخصيته وقفته يميل أنه يكون طوله أكثر من المتوسط. هذا شكله. خلنا نشوف أطباعه. لما نأتي حق خانة الأطباع نشوف هني طاقة برج الميزان، أوكي، فنوعا ما هذا الشخص يحب أنه يكون السيد، يحب أنه يعطي الأوامر، يحب أن اللي حوله يتبعون أوامره حتى لو ما كانوا مقتنعين. هذا الشخص بالعكس إذا سمعت كلامه بتحصل معاه نتيجة، إذا عاندته ما تحصل نتيجة، أوكي، يعتبره أنه خدش لكبرياءه. هذا ايضا شخص عنده شيء عكس مظهره السيد، او مظهره قاسي، مظهره جاف، مظهره اللي يشوف تعامله مع الاخرين يقول هذا مثلا هذا رئيس عمل، او هذا مدير جدا قاسي، جدا عنيف، جدا عرفته، ولكن داخله، وهذا الجزء منه ما راح تعرفه الا لما تتعامل معه، داخله جدا حنون، جدا طيب. انت راح تشوفه اول شيء من بعيد تقول تستغرب ليش يكلم الناس بهالطريقه، وشلون يكلم مثلا الموظفين الاخرين بهالطريقه ويتحملونه. لا، هذا شخص لانه يعرفونه جدا طيب، لا يغرك لسانه او عصبيته، او اوقات ممكن يكون شوي عصبي لما يكون يبي احد ينجز شيء بطريقه معينه والاشخاص ما قاعدين ينفذون هذا الشيء. هذا شخص يحب التنفيذ. ممكن ايضا يكون اسد، بس اغلب طاقته حمل عندي. انزين، احب ان هو يختار الشخص اللي هو يحط عينه على الجنس الاخر، يعني هو يختارك مو انت تختاره، اوكي. احب ايضا يميل الى الاشخاص اللي يكونون عكسه، يكونون اكثر هدوءا، ريلاكس اكثر، عصبيين اقل. هذه أكثر أطباعه. شخص عصامي، ولو أن العمل اللي يعمل فيه حاليا قاعد أشوف احتمال كبير أن
البزنس اللي يملكه مطعم أو محل ناجح ومعروف في المنطقة، ولكن هذا الشيء لم يأتيه بالراحة لأنه هو تأثر في حياته الشخصية سابقا، أوكي، ومروا أيضا هو وأسرته بمرحلة صعبة. فهاي المرحلة اللي فيها الحين استقرار مادي، استقرار في البزنس، ما أتت له بالراحة. فعشان كذي أحس أن طاقته هي طاقة شخص مر بالكثير، ممكن بالعكس أضيف لك ويعطيك خبرة في الحياة. إنزين، مع ذلك هو جدا كريم في المادة، جدا كريم في شيء وشيء. خلنا نشوف برج الجوزاء ماذا سيقدم لك قبل الزواج. رح يقدم لك كل شيء ما عدا الأشياء اللي تنتقده بخصوصها. فأنت هني لازم تكون دقيق، أنت هني لازم تعرف هذا الشخص ومفاتيحه من البداية. هذا الشخص لما تكون معاه وعلى الأقل ظاهرا تتفق معاه في كل شيء وما تردده في الكلام، احنا نقول يعني تخليه تستفزه أو يعصب أو هذا الشخص رح يعطيك كل شيء، من المادة، من سبل الراحة، من الاهتمام، من الحب، من الحب اللي مجموع بالغيرة حتى، أوكي؟ يحب يخليك دائما مرتاح ويهتم حتى بكل احتياجاتك حتى قبل الزواج. ولكن الأشياء اللي تعاند فيها، هذه الأشياء ما رح يعطيك إياها. فالنصيحة هني لا تعاند عشان تأخذ الشيء اللي بدك إياه منه، اللي تتمنى. ممكن يكون الكفة كاملة تقدر تحصلها منه، بس لا تدخل معاه في طاقة التناحر أو العناد، لأنه هو أصلا عنده كبرياء، طاقة الأبراج النارية، عنده كبرياء وما يحب أن أحد يكسر كلمته. إنزين، هذا الشخص تعامل معاه بأسلوب حاضر أو إن شاء الله، ولكن فعلا تروح تسوي الشيء اللي أنت مقتنع فيه بعض الأوقات، إذا ما كان راح يكتشفك. لازم تكون جدا ذكي في التعامل معه. إنزين، هذا شخص قبل الزواج وأثناء معاملات الخطوبة أو الارتباط ما راح يحب، نرجع لطاقة لحب الشيء الفضي اللي كله لونه فضي أو بلاتينوم. هذا شخص ما يحب الذهب الأصفر أو الذهب التقليدي أو الألوان في المجوهرات. فعند اختيار شبكة الزواج راح يختار لك احتمال كبير شيء من الألماس، شيء يغلب عليه اللون الأبيض أو الفضي. زين، حتى الأثاث راح يختار أثاث يكون مور مودرن. الأثاث لما تأثثون البيت في ذهابكم في رحلتكم راح يختار لك أثاث يكون جديد، ألوان حيادية، ألوان مثل الأبيض الرمادي، شوي مع أسود، شوي مع ألوان فاتحة أو ألوان تكسر، بس يغلب عليها طابع المودرن. زين، راح أيضا قبل الزواج أشوفه أنه يتقرب من أحد أخوانك، احتمال الأخ الأصغر لك يا برج الجوزاء، ويشجعك أو يقترح عليك أنه يعطي وظيفة في محلة أو في مطعمه في البزنس تبعه. لأن أشوفه هنا قبل الزواج حتى رح يحرص أنه يتقرب من أحد أخوانك اللي أصغر منك ممكن، أو أخوانك الأصغر سنًا في البيت. خلنا نشوف اللي بعده، أسرته. هذا الشخص يأتي من أسرة مرت بالجيد وبالسيء للأمانة، ولأن الحياة حكتهم فصار عندهم تقدير للمادة، سبحان الله. وهو أيضًا شخص قلت لك عصامي، ولو أن الحين قاعد يدير عمل أو بزنس أتى له بسبب والده، ولكن هو بطبيعته شخص عصامي، لا يحب أن يأخذ شيء من أحد ولا يحب أن يطلب شيء من أحد، أوكي؟ فكل الأشياء اللي أنت راح تلاحظها في البداية أنت اعتبرها سبل الراحة اللي موجودة عنده، ويتمتع فيها أشياء لم تأتيه لأن أبوه أعطاه إياها، لم تأتي بالراحة، لم تأتي لأن البابا تبعه قدم له وعطاء، لا، هذه الأشياء أتت له بعد تعب، بعد ما هو اجتهد. وأشوفه حتى في السابق لما كان أصغر سنا عمل في أكثر من مكان،
ممكن أن أنهج دراسة الجامعية وممكن أن لا، لأنه دائما كان العمل يشغل باله، العمل وأنه يكون نفسه، يصير ما يحتاج للآخرين. نرجع لطاقة ما يحب أن يحتاج للآخرين، لأنه مر بظروف لما كان أصغر سنا كان في تناحر داخل العائلة، مو الأسرة، العائلة اللي هي الأعمام وأبناء العم، كان في تناحر كبير على ورث، أخذوا من عندهم، حرموهم من ورث، حرموهم من حقهم المادي. فهني مروا بظروف صعبة، صار أبوهم محتاج في فترة قصيرة أنه يعتمد على حاله، لذلك الأبناء من سن صغير اعتمدوا على حالهم. احتمال كبير كان عنده أو كان عنده أخ توأم، عندهم توأم في داخل الأسرة، احتمال كبير أن هذا التوأم توفى، أو عنده أحد من أخوانه سبحان الله توفى، كان جدا مقرب منه، كان أكبر منه، فهذا الشخص شريككم القادم في طريقكم اضطر أنه خلال فترة صغيرة مو بس يعتمد على نفسه، يحتاج أنه يكون السيد في البيت، يحتاج أنه ينضج، أنه يقوم يساعد والده في هذا العمل، ممكن يكون أي نوع من المحلات، بس هذا بزنس يملكه أبوه. إنزين، ما أشوف أنه عنده الكثير من الأخوة والخوات، ممكن كان أخ أو أخين وأخت واحدة. إنزين، خلنا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض. بس تكلمنا عن موضوع الورث اللي كانوا حارمينهم منه، استطاعوا انه يحصلون عليه في اخر فترة، فما راح يدخل حياتك الا هو اصلا حصل على الورث واستطاع انه عن طريقه يحسن حياته وحياة اهله ووالدينه. واحس حتى يمكن هو اللي سعى على هذا الشيء، لان ابوه كان يرفض التناحر مع اخوانه اللي هم اعمامه، ما يريد ان يدخل معهم في خلاف، فهو اخذ لبس هذا الرداء، أنا رجل البيت وأنا راح أساعد أبوي وراح بالعكس أرجع حقنا لإلنا. هاي الطاقة موجودة عنده. إنزين، خلينا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض. احتمال كبير إن أهو لا يرغب الابتعاد عن أهله في أول فترة، قلت لك، لأن في بيتهم لا يوجد الكثير من الأخوان الذكور اللي يعتمد عليهم، فاحتمال إما راح يقترح عليك أنه تسكنون قريب من أهله في نفس البيت أو في بيت منفصل أو حتى في سكن إيجار، وهذا أيضا عنده طاقة أنه راح يقترح عليك أنه تسكنون في، يمكن عندهم منزلين ملك، فالمنزل اللي أهله ساكنين فيه هذا منزل الأسرة، المنزل الثاني ما في أحد ساكننا أو يمكن هو مؤجرينا، فرح يقترح عليك أن نخرج المستأجرين وإحنا نغير ديكور المكان، نجدد في العفش، نؤثث المكان، نغير على حسب ذوقنا ونسكن فيه، بس لا يريد الابتعاد عن أهله على الأقل في أول فترة، لأنه جدا يتم الاعتماد عليه داخل المنزل. ماذا سيحب فيك؟ هذا الشخص يحب فيك، راح يحب فيك ان انت تفهمه بالنظرات، زين، راح يحب فيك ان انت على الاقل امام الناس او ظاهرا هو فاهم ليس غبيا، ان انت ظاهرا تتفق معه في اغلب الاشياء، لا تعانده، لا تناحره، لا تكسر كلمته، ولكن على الاقل بينك وبين نفسك انت برج الجوزاء، انت لك رايك الخاص، ممكن انك تحاول تنفذه، بس هو يعرف طريقة خفية ويحس ليس غبي، أوكي، أبدا مش غبي، ولكن على الأقل بيحترم فيك أن أنت ظاهريا تتفق معه، ظاهريا لا تكسر كلمته. يحب طاقة الهدوء، يحب طاقة دائما التواصل عنده ليس بالكلام وإنما بالنظرات، يعني ممكن تأتي معه بنتيجة لو حاولت تقنعه بالكلام، ممكن، أو إذا طاقت أنك سويت نفسك زعلان أو حزين أو عينك مكسورة، هذه الطاقة هي اللي راح تأتي معاه بنتيجة، أوكي، راح يقولك بعصبية ماذا تفعل أو شنو فيك أو ليش أنت زعلان، ويعصب منك في البداية، ولكن في النهاية هذا الشخص راح بهاي الطريقة تقدر تحصل منه مرادك.
مثلا مرادك ان تذهب وتزور اهلك في اليوم الفلاني بدل ان تزوروا اهله مثلا. هذا طاقة العين المكسورة او العين الحزينة هي ما تأتي معاه بنتيجة. اوكي، اكثر ما انك تتناقش معاه وتتكلم معاه، وهذا يمكن يسبب لك في البداية تحدي، لان برج الجوزاء طاقتك سيوف، طاقتك تحب الكلام، تحب التعبير. هذا الشخص الكلام ما يأتي معاه بنتيجة كبيرة، النظرات. انزل، خلنا نشوف الحين، نسحب اخر كرت نشوف هل هو راح يكون من منطقتك من او من منطقة ثانية، من دولتك او من دولة اخرى. ثمانية، على الأغلب هذا راح يكون شخص أشوف أن أصلهم مسقط رأسهم من دولة ثانية أو من مدينة أخرى مجاورة لكم، ولكن صار لهم فترة طويلة انتقلوا إلى دولتكم أو منطقتكم. مثلا راح أعطيكم أمثلة لهذه الطاقة. هذه الطاقة مثلا أنهم يكون أصلهم من مثلا العراق، ولكن صار لهم سنين طويلة، ثمان سنوات وهم عايشين ويديروا بزنس في مثلا الأردن أو في مصر. أوكي، أو يكونون مثلا أصلهم من دولة وصلهم فترة طويلة انتقلوا إلى دولة أخرى، أصلهم من مدينة ولكن صلهم فترة طويلة يعيشوا في مدينة أخرى. طاقة إنه يكون من جنسية أخرى موجودة، ولكن ليست جنسية بعيدة عن عاداتكم وتقاليدكم، لأن لا تنسون هو انتقل إلى مكان قريب لكم. زين، نفس العادات نفس التقاليد، ما في بعد كبير، أخذوا من أطباعكم من عاداتكم من تقاليدكم. احتمال أنهم يكونون وفدوا من مكان آخر إلى مكانكم. عزيزي برج الجوزاء، تذكروا دائما أن طاقة الشخص القادم في طريقك كل فترة تتغير، عشان كذي نحاول نسويها مثلا كل كذا شهر، لان كل ما احنا ايضا في حياتنا الخاصة نغير قرارات، نغير ان مثلا نقرر ان راح نغير تخصصنا في الجامعة، نقرر ان راح نهاجر او ما راح نهاجر، راح ننتقل او راح نبقى، اكثر القرارات المصيرية راح ايضا حتى تغير طاقة الشخص القادم في طريقنا. عرفتوا؟ هذه كانت قراءتكم.